काफिर तो मिटाना चाहते दुनिया से हमारा नाम निशान. अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه وتوحد في سمديته بدوام بقائه ونور بمعرفته قلوب أوليائه وطيب أسرار القاصدين بطيب سنائه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخاتم أنبيائه وسيد أسفيائه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوه تفوزوا وتفلحوا، واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تسعدوا وتهتدوا، واقتفوا أثره وبنهجه اقتدوا، وبسيرته اعملوا توفقوا وتنصروا. ويا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد لنا من الاعتناء بكتاب الله الكريم تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا بأحكامه وآدابه، فإن الله تبارك وتعالى قد ذم قوما لا يعتنون بكتابه ولا يتدبرون، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب الله إذا يتلى في بيت اتسع أهله وكثر خيره ونزلت فيه السكينة والملائكة وخرجت منه الشياطين، فيسلم الوقت الثمين من الزياع، والعمر القيم من الإهدار، واللسان من الغيبة والنميمة، والنفس من الرذائل، والقلب من القسوة والقلق. كتاب الله من قرأ وعمل بما فيه يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويلبس حلة الكرامة وتاج الوقار، ويكسى والداه حلة خيرا من الدنيا وما فيها، وزوجها أحسن من زوج الشمس. كتاب الله إذا لم يتل في بيت ذاق بأهله وقل خيره ورشده وعميت بصيرته وحذرته الشياطين وخرجت منه ملائكة الرحمة. كتاب الله شفاء للقلب المفجوع والروح المهلكة والنفس الهزينة البائسة، كما قال تعالى في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالإعراض عنه وحجرانه تمام الخذلان وغاية الخسران ونهاية الذل والهوان، كما أشار إليه تبارك وتعالى بقوله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لتلاوة القرآن والعمل به. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
بارك الله لنا ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بالحكمة والموعظة الحسنة إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.